هذا نعرفوه الموضوع وتم الإعلان عليه سابقا، ولكن قالت في ندوة صحفية أن صندوق شركة أمن لتونس وأنه على استعداد لإجراء هذه المشاورات بموجب المادة الرابعة ومواصلة جهود الإصلاح. نذكر جيدا أني سألتك وقتها قلت لك شو معناتها بموجب المادة الرابعة، مش نعاود نسألك نفس السؤال حتى نذكر الناس اليوم اللي تسمع فينا شو معناتها إجراء هذه المشاورات بموجب المادة الرابعة. موجب المادة الرابعة هو أنه يلزم الأعضاء اللي موجودين في صندوق النقد الدولي باش يستقبلوا البعثة متاع صندوق النقد الدولي. علاش؟ باش هما ينجموا يعملوا تقرير سنوي على كل بلد ويعملوا الاستشراف على مستوى آفاق النمو لكل سنة. وهذه مش مزية باش يعملها صندوق النقد الدولي، كل دولة قاعدة تدفع في الحصة نتاعها من أجل هذا ومن أجل كذلك الحصول على الاقتلال القروض. يعني ما عندهم حتى مزية صندوق النقد الدولي وقت اللي يقولوا احنا باش نرجعوا في المشاورات، ما ماهيش مزية هي. ما عملش علينا مزية يعني هذا حق تونس، ما في حتى إشكال. واليوم الناس اللي تقول انه فما طريق مسدود مع صندوق النقد الدولي وانه المشاورات في ما نش نتوصلوا حتى الاتفاق ومن عمناه روحنا للسنه واحنا نجري ونجري ولكن فما حتى اتفاق، شنو بعد التصريح هذا نتاع صندوق النقد الدولي شنو نجم نقولوا معناتها استاذ رضا شكوندالي؟ اللي قلته قبل ما فما حتى شيء جديد، احنا الغلطه اللي عملتها الحكومه مرتين هو انه من 5 ل 19 ديسمبر صحيح فما الحكومة قاعدة تناقش في القانون المالية ما زال مش حاضر، صحيح الحكومة التونسية عملت هذا الغلطة الثانية هو أنه فجوة مالية كبيرة برشا في ميزانية الدولة لأول مرة يحدث مش في تونس بركة حتى معناها سابقة دوليا. أنا كنت تقدم قانون مالية لسنة كاملة وما تعرفش مين بتجيب 10.3 مليار دينار وهي في حاطة تشكون باش تمشي، ولكن معناها لا صندوق النقد الدولي ولا الاتحاد الأوروبي ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا ألمانيا، والمبلغ المتبقي الفجوة كبيرة برشا من 16 مليار دينار نلقاو 10.3 كاملة لدعم الميزانية ما نعرفوش المصادر نتاعها. يعني في مخ الحكومة في مخاخ الحكومة باش تمشي للبلدان العربية الشقيقة. يعني احنا شعلنا عند السعودية والجزائر موجودين في القائمة باش ناخذوا من عندهم اكل التفتوفة الصغيرة اللي حطتها هي وزارة المالية، ولكن التفكير باش يكون في الدول الاخرى يعني قطر يعني الامارات يعني عديد الدول العربية الاخرى. ولكن احنا كي نتحطوا في قائمة سلبية هذيلا التصنيف الأخير مع اليمن ومع عديد الدول اللي هما مشكوك حتى في قدرتهم على سداد ديونهم، هي تهتز الثقة شوية متاع الدول العربية اللي احنا كنا حاطينهم في مخنا، وبالتالي الحكومة التونسية زادت صعبتها على روحها لأنه الدول هذوما عادة ما تشترط يعني انخراط البلد في إصلاحات، علاش باش يبغوا منه استرداد الفلوس نتاعهم؟ إذا كانت تونس محطوطة في القائمة السلبية فهذا باش يزيد يصعب المهمة نتاع الحكومة التونسية في إقناع الدول هذوما في الانخراط في دعم ميزانية الدولة لهذه السنة. إذا عليه تونس ما انخرطتش في إصلاحات، احنا هنا نشوفوا في تجميد الأجور، هنا نشوفوا في عدم انتدابات اليوم وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، هنا نشوفوا اليوم في الدعم شنو صاير فيه، هذه الكل مش إصلاحات معناتها اجتماعية قاعدة تصير؟ الإصلاحات بالمفهوم الدولي لابد من مؤسسة دولية تشرف على هذه الإصلاحات. معناتها هما لازم ينظموا الإصلاحات. والمتعارف عليه هو أن صندوق النقد الدولي هو من يؤمن هذه الإصلاحات ومن يشرف على الإصلاحات. المشكلة احنا ما عندناش مشكلة في الوقت الحاضر على مستوى الملفات المطروحة أمام صندوق النقد الدولي، والخطاب الاقتصادي الذي يقدمه رئيس الجمهورية عبر الشعارات في خطابه هو لا تتعارض مع صندوق النقد الدولي بالمرة. أنا أعطيك مثال، عندنا تطهير الإدارة. تطهير الإدارة إيش معناه؟ معنى التقليص من عدد الأعوان من الموظفين اللي عندهم شهادة مزورة واللي دخلوا بولايات حزبية. هنا حلينا بحث، فما بحث محلول في الموضوع.
نعم ها فما بحث محلول في الموضوع وتدقيق اي اي ولكن انت شنو يقلقك وقت انت تقدم المقاربه نتاعك هذيلا وتوصل ما يريده صندوق النقد الدولي وهو تقليص من حصة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي هذا حب عليه صندوق النقد الدولي انت شنو اشكالك راهو شوف التعامل مع صندوق النقد الدولي راهو ليس من المحرمات الاقتصاديه راهو المشكل اللي وقع قبل في السنوات اللي في الفارطة مش التعامل مع الصندوق ولكن المشكل في الفريق الذي يفاوض صندوق النقد الدولي وهو يركز مش على جودة السياسات الاقتصادية يركز على المبالغ الذي سيتحصل عليها من صندوق النقد الدولي ويعتبر روحه أنه أنجز حاجة كبيرة برشا وقت اللي أقنع صندوق النقد الدولي باش يصرح القرض وميهموش في جودة السياسات الاقتصادية والدليل على ذلك أن قبلنا سياسات اقتصادية كما السياسة النقدية وسياسة الصرف اللي قاعدين نطبقوا فيها واللي قاعد تضر في الاقتصاد بصورة كبيرة وكبيرة جدا قبلناهم عليهش خضر مخنا وقت نتفاوض مع صندوق النقد الدولي لا كما نتبعوش بلكش ميعطيناش الفلوس لا وهو صندوق النقد الدولي يتفاوض على الأهداف وليس على الوسائل كي أنت عندك رؤية اقتصادية وتعرف كيفاش أنت بما أنك أنت أهل مكة أدرى بشعابها وتقنع صندوق النقد الدولي بجدوى هذه المقاربة هو يمشي معك نعطيك الملف الثاني مثلا كيف على مستوى هذلك ورأس الشروط واقتصاد الريع وكذا وكذا هذا كل ملف مطروح أمام صندوق النقد الدولي في تحسين مناخ الأعمال وهو يوافق على ذلك بكل بدون قيد أو شرط عندك كذلك الدعم اللي احنا رئيس الجمهورية اعلن رفضه يعني انه باش نلغيه الدعم ولكن في الحقيقة اش عملنا احنا على مستوى القانون المالي لسنة 2024 قدمنا مقاربة اخرى ولكن المقاربة هذه نجم تقنع صندوق النقد الدولي علاش معناه لازمنا نضمر واحنا ونقبلوا انه في اطار صندوق النقد الدولي وتحت اشراف صندوق النقد الدولي هذا في حاجات احنا قاعدين نقوموا بها ديجا هي موجوده باش هكا على قليله تتنظم الامور وتولي فما صندوق النقد الدولي مشرف على هذه العمليه وبالتالي نجم ناخذوا القروض من صندوق النقد الدولي هذا هو اللي ناقصنا معناتها استاذ رضا شكوندالي شكرا جزيلا استاذ رضا شكوندالي استاذ الاقتصاد بالجامعه التونسيه فضلك نختموا توت سويت بانتهاء اشغال صيانه القناه الرئيسية.